أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد والذكرى 17 لجلوس حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وقد تشرف الشيخ عبد الله بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة باستقبال تهاني عدد من الشخصيات السياسية وكبار المسؤولين بالإدارة الأمريكية من مختلف القطاعات. أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني 45 المجيد والذكرى 17 لجلوس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة السعيدة تشرف الشيخ عبد الله بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة باستقبال تهاني حشد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية الأمريكية والعربية ونخبة من المفكرين والإعلاميين الذين جاءوا للإعراب عن سعادتهم ومشاركة الشعب البحريني أفرحه بالذكرى الغالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً لا شرف لي أن أهن سيدي جلالة الملك سيدي رئيس الوزراء الموقر وسيدي ولي العهد الأمين وحكومة وشعب البحرين على هذه الاحتفالات بمناسبة 45 سنة على العيد الوطني وعلى مرور 17 سنة على تولى سيدي جلالة الملك مغاليد الحكم. ولنا الشرف خدمة حكومة وشعبا هنا في واشنطن. تمنياتنا إلى صاحب الجلالة ولسائر المسؤولين في البحرين بالصحة والعافية وباستمرار العلاقات المميزة بين الولايات المتحدة والبحرين. هذه مناسبة ممتازة، كلنا هنا في هذا الاستقبال يكايم ويحب بحرين وشعبها وقيادتها. وأشاد الحاضرون بالمنجزات الهائلة لمملكة البحرين وما شهدته من ازدهار وتطور في مختلف المجالات، وأيضا بالدور الفعال والتعاون المستمر مع الولايات المتحدة من أجل حفظ الأمان والاستقرار في المنطقة ودعم جهود السلام العالمي. من المؤكد أن ملك البحرين وشعب البحرين من أصدقائنا المقربين منذ سنين لأمريكا، حيث واجهنا تحديات وفرص مشتركة في الشرق الأوسط. وكما تعلمون نحن بصدد استقبال رئيسا جديدا وسياسات جديدة، وأنا متأكدة أن صداقتنا مستمرة وسوف تقوى أكثر. أود أن أهنئ من كل قلبي جلالة ملك البحرين والشعب البحريني الشقيق بهذه المناسبة سعيدة. أتمنى لهم كل الخير والهناء والرخاء، وأثني على العلاقات الممتازة التونسية البحرينية التي ستتجسم إن شاء الله في إنشاء المرفأ المالي في تونس. لا شك أن علاقات البحرين والولايات المتحدة تمثل المفتاح الرئيسي في المنطقة، وبالرغم كل الأوضاع الكل يعلم ونحن ندرك جيدا أهمية ذلك، فنحن سننتقل إلى المرحلة القادمة مع الإدارة الجديدة ونستمر في تطوير وتقوية علاقاتنا. وفي هذه الأجواء الاحتفالية بالذكرى السعيدة استمتع الحاضرون بأطباق من مختلف المأكولات، كما تم عرض أشرطة تعكس مسيرة التنمية لمملكة البحرين خلال العقود الماضية، وأيضا صورا تظهر الموروث الحضاري الذي تزخر به المملكة. وتشكل هذه الذكرى يوما تاريخيا بكل المقاييس لدى كافة أبناء البحرين، فهو احتفال أيضا بالإنجازات والنجاحات التي تحققت في مختلف المجالات التي وصلت بالمملكة إلى مصاف الدول المتقدمة. فيروز الكرواني، تلفزيون مملكة البحرين، واشنطن.